أول سنة السنة دي نبتدي نواجه كل اهتمامنا إلى الدخل المصري. السنة دي عندنا طبقا لإحصائيات وزارة الزراعة المصرية عندنا 3.4 مليون فدان مزروع قمح، وده بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي. وعندنا إنتاجية فدان طبقا برضه لتقديرات وزارة الزراعة المصرية باعتبارها هي المختصة وليس وزارة التموين، من 18 ل 19 الدب للفدان. طبعا المتوسط ده في انتاجيات اقل منه شويه في بعض اراضي الوجه القبلي، وفي انتاجيات اعلى منه شويه في الوجه البحري. الكلام ده يدينا انتاج اجمالي لمصر يتخطى 9 مليون طن، وده حاجه تقديريه نتكلم في 9.2 9.5 زي ما قال سياده الرئيس في احتفاليه عيد الحصاد يوم الاربعاء الماضي. مستهدف وزاره التموين المصريه من هذا الرقم ان هي تحصل على تقريبا النص، تشتري من المزارع المصري نصف هذا الانتاج. فأنا فعلا مستهدفنا 4.5 مليون طن. المستهدف ده بينقلنا نقلة للأمام قدرها 22% عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كنا 3.7، السنة اللي إن شاء الله طمعانين نوصل إن شاء الله بإذن الله ل 4.5، ده يدينا قفزة للأمام 22%. التسعة مليون طن أو 9.5 مليون طن اللي بتنتجها مصر، اما نشوف اجمالي استهلاكها بنتكلم ما بين 15 و16 مليون طن قمح في السنه. فاحنا بنتكلم دلوقتي ان وزاره التموين هتاخد 4.5، وهنبص نلاقي العديد من الانشطه الصناعيه في مصر هتاخد كميه برضه لا باس بها، ممكن تبقى 2 مليون 2.5 مليون طن. منها بقى مصانع مكرونه، مطاحن دقيق الفاخر ال 72، وانشطه كثيره جدا. فهبص الاقي ان احنا السنه دي فعلا خدنا خطوه للامام، نقدر نقول ان احنا خدنا 10% للامام، وصلنا تقريبا في حدود ال 60% من احتياجاتنا من القمح، هذه السلع الاساسيه والاستراتيجيه. لكن المساحه المزروعه 3.4 مش 3. 3.4 مليون فدان ده الاحصاء بتاع وزاره الزراعه المصريه. على انتاجيه فدان 18 ما بين 18 و19 دب للفدان. طيب جميل. طب معالي الوزير، يعني حضرتك بدات او استلمت الحقيبه الوزاريه في يناير من العام الجاري في التعديل الوزاري القبل الاخير. طيب القمح مرتبط بنوفمبر، بشهر هطور القبطي، هطور لم الذهب، انثر الذهب المنطور. طيب يعني تم الزراعه قبل مجيء الدكتور باسم عوده، فلماذا ينسب الفضل في وسائل اعلاميه كثيره الى الدكتور باسم عوده؟ لا، احنا خلينا حضرتك نفرق ما بين حاجتين. نمره واحد ان احنا اجتزاء الموضوع ده خطا كبير. ملف القمح هو ملف مشترك للعديد من الهيئات داخل الدوله المصريه. عندنا وزاره زراعه وفرت تقاوي جيده، وفرت اسمده، عملت حقول ارشاديه. عندنا وزاره ري وفرت مياه. عندنا وزاره بترول وفرت سولار. عندنا وزارة مالية وفرت إتاحة مالية قدرها 11 مليار جنيه، وأكرر 11 مليار جنيه، وأنا مسؤول عن هذا الرقم مسؤولية كاملة أنا والحكومة المصرية. وعندنا وزارة التموين خططت لموسم حصاد ناجح. كل هذه الكيانات تعاونت فيما بينها لكي نصل إلى ما نحن فيه الآن الحمد لله، من مقدمات نجاح باهر لهذا الموسم. اجتزاء الصورة وان احنا نحط كل هذا النجاح لحد بعينه، لا طبعا لا مش صح. لكن هذا انا واحد من الناس، لا انا اتكلم يحدث من البعض حضرتك تساله، انا خليني انا اتحدث عن نفسي. يعني انا والحكومه المصريه نقدر بشيء كبير من الاحترام جهد الاستاذ الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعه الاسبق السابق. يعني لما يبقى عندنا النهارده في مصر في الموسم ده 1944 حقل ارشادي، دي طفره. اما السيد وزير الزراعه الحالي بيخطط السنه الجايه يبقى عندنا 3000 حقل ارشادي، دي نقله جديده. وبالتالي فالجهد ما حدث هو جهد مشترك، والجهد جهد دوله نسعى فيه جميعا للقيام والعمل بروح الفريق. تمام. اللحظه الحاليه والانيه التي نعيشها هي لحظه حصاد، هي لحظه توريد القمح. وبالتالي فاحنا بنقول ان فالدور وزاره التموين فالدور الان فالدور دور وزاره التموين. ولذلك كان علينا مجموعه من الاجراءات
اللي احنا قاعدين بنرتب لها بقالنا حوالي 3 شهور عشان نوصل للوضع اللي احنا فيه دي. ويمكن انا حارض على حضرتك دلوقتي وعلى واكيد ده جزء مهم جدا من حوار الاجراءات اللي اتخذتموها. لكن معالي الوزير يعني قبل الحديث عن هذه الاجراءات، يعني انت اثنيت كثيرا على وزير الزراعه السابق، لماذا إذن تم تغييره في التشكيله الاخيره؟ لا انا عاوز اقول لحضرتك حاجه برضو، احنا في الحكومه شغالين كفريق عمل. فريق العمل ده كل واحد فينا جاي في توقيت صعب جدا ومسؤوليه وطنيه كبيره، اهم حاجه عنده انه يخدم بلده باقوى شكل ممكن. ممكن انجح في ملف واتنين، ممكن ما لا يصادفني النجاح في نقطه واتنين، والقرار في الاخر بمنتهى التجرد بيقع عند القياده السياسيه ممثله في السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء. وعاوز اقول لحضرتك ان من اجمل اللحظات اللي انا شفتها كوزير تاني يوم حلف المجموعه الجديده من الوزراء اليمين الدستوريه في 7/5 يوم 8/5 اما عملنا حفل تكريم للساده الوزراء اللي تركوا الوزاره. كلنا بينا روح ممتازه جدا. كل وزير استقبل الوزير الجديد واطلعوا على الملفات الهامه في وزارته، وهذه روح جديده وتقليد حضاري جديد تدشن له الحكومه المصريه الحاليه. ان احنا كلنا سلسله حلقه من حلقات العمل الوطني، كل واحد فينا بيسلم لزميله القادم وراه واستلم من زميله اللي قبله. كلنا في الاخر هدفنا خدمه مصر بصرف النظر مين موجود. في الاخر دلوقتي احنا بنشوف وزراء سابقين بيروحوا وزاراتهم يوم واثنين وثلاثة أسبوعيا عشان يدعموا الوزير الحالي، وهذه برضو أعتقد أن إحدى التجارب والإيجابية والممارسات الإيجابية لوزراء الحكومة المصرية الحالية.